تدابير وزارة العدل من أجل توسيع وتيرة التحول الرقمي لمنظومة العدالة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد نائب محترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، في حق هذا الوباء كيف ما حمل معاه تداعيات قاسية كانت معاه كذلك فرص واعدة. أحد الفرص هي الفرصة ديال تسريع وتيرة التحول الرقمي. سنتين هذه عقدنا لقاء حول الموضوع، نسائلكم الآن حول مآل تنفيذ مخطط التحول الرقمي على مستوى المحاكمة عن بعد والخدمات الرقمية والتبادل المادي للمساطر. شكرا سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد النائب المحترم. فعلا لا يمكن الحديث عن وتيرة التحول الرقمي للإدارة القضائية ببلادنا دون المرور بهذه الأزمة وهذه الجائحة، لأنه إذا كانت المقاربة المعتمدة من قبل كانت عندها طابع جزئي وتقني، فالأزمة والضغط ديالها جعلتنا أننا نعتمد واحد المقاربة مندمجة وشاملة وبالمزيد من النجاعة والفعالية انطلاقا من المحاكمة عن بعد اللي الحديث فيها قد يطول. هذا المخطط التوجيهي للتحول الرقمي كيتضمن 6 البرامج و 22 مشروع، والان ما بقات مجرد مشاريع، العديد منها الان يعني يمكن اي فريق من الفرق المحترمه يطلبوا زياره ديال بعض المحاكم ويشوفوا كيف انها مجهزه بالشاشات التفاعليه التي تخبر يعني بالدقائق والتفاصيل على تاثير الملفات في مختلف القضايا والغرف والشعاب ديال المحاكم، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية للعدد ديال المهنيين بدا كيرتفع فيها بشكل كبير، اللي كيفتحوا حسابات إلكترونية واللي كيمكن للسادة المحامون يوضعوا المقال والأداء. مؤخرا قمت رفقة السيد رئيس المنتدب المجلس الأعلى للدار البيضاء وشفنا كيفاش المحكمة التجارية بمختلف ملحقاتها كتعتمد الأداء الإلكتروني المتعدد القنوات وكتعتمد واحد العدد ديال المنصات والأرضيات الرقمية. إذا نحن مقبلين كما قال السيد رئيس المنتدب قبل قليل في مراسم اداء قسم الفوج الاخير للقضاة على فوج جديد من القضاة اللي غادي يمكن يعتمدوا واحد النوع ديال الاستقلاليه الرقميه في تدبير الملفات وتحرير الاحكام الى غير ذلك. يمكن يكون هناك نقاش في الوتيره ويمكن يكون هناك نقاش في ان مازال هناك خصاص، لكن هذا التحول بغيناه تحول رقمي لانه ايضا ثقافي وخص الولوج ديالو يكون فيه انخراط تام واقتناع من طرف كافه المتدخلين في منظومه العداله. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم. فريق السيده النائبه تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. صحيح سيد الوزير ان التحول الرقمي لمنظومه العداله مكن اغلب المحاكم من تبسيط الاجراءات والمساطر القانونيه وساهم في الرفع من انتاجيتها، غير أن هذا المشروع تشوب عدة اختلالات. رغم المجهودات المبذولة فلا زالت بعض المحاكم باستثناء المحاكم الكبرى اللي في الدار البيضاء أو في الرباط، لا زالت بعض المحاكم لا ترقى إلى المستوى المحاكم الرقمية. ما زال سيد الوزير العمل بالسجلات الورقية هو القائم في أغلبية المحاكم، هذه نقطة. النقطة الأخرى خصاص في التكوين والتكوين المستمر. ما يمكن سيد الوزير على ان احنا ننزلوا هذا البرنامج بهذا الحجم الكبير بدون تكوين وتاهيل العنصر البشري، لانه هو ضروري، هو اللي غادي يعطي النتيجه لهذا المشروع. ضروره توفير ايضا وسائل لوجستيكيه والرفع ايضا من مستوى الصبيب الانترنت، هناك بعض المحاكم اللي تعاني من هذا المشكل. غياب سيد الوزير نص قانوني يؤطر المحاكم عن بعد. فعلا سيد الوزير أن المحاكم عن بعد أثبتت نجاحتها خصوصا في جائحة كورونا، إلا أن سيد الوزير خصنا نص قانوني يأطر هذه العملية. هناك أيضا بغي السيد الوزير نسألك سيد الوزير عن تأثير أن نشير معكم أيضا مصير تطبيق لابليكاسيون ديال الاعتقال الاحتياطي التي أطلقها وزير العدل السابق. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ سيد الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا. نعم سيدة النائبة المحترمة، ما صحيحش أن الدار البيضاء راه المحاكم في المغرب لا فتين غير كاينه محكمة ما كايناش في جهة الرباط سالا.
ولا في الدريوش الى وفيها الرقمنه وفيها المحاكمه عن بعد، ما صحش هذه نضرب متجاوزه، لكن الاطار القانوني الشرعي صحيح. سيد الوزير.